كيف رأيت اليوم الإقبال اللبناني والعربي على هيدا الإيفنت اللي عاملينه؟ مثل ما بتعرفي نحن بالشرق الأوسط والمنطقة العربية دائما عنا تشوق وعنا تطلع وتقبل الحضارات الأخرى. كان إقبال واسع مثل ما شفتي، حتى نحن exceeded our expectations. العالم حبت هيدي الفكرة، حبت دايما بحبوا يجربوا شيء جديد. اليوم كنا عم نعطي عن البانيني اللي هو بينعمل بإيطاليا. العالم اجت جربت، دقت، حبت على ايدين الشيف المتخصص من إيطاليا with different recipes. بالأكيد بالتعاون مع شيفية لرويال اللي هن دايما متميزين بهذا الاختصاص. حتى نعرف العالم أكثر على خبز البانيني، حضرتك شو بتخبرينا عنه هيدا الخبز؟ Il del panino adesso finalmente possiamo dire qualcosa del panino italiano perché abbiamo messo a punto un con l'Accademia del panino italiano un manifesto di 8 punti che definiscono l'identità e l'unicità del panino italiano. هلا صار فينا نقول شيء عن البانينو ايطاليانو لانه الاكاديميه ديال البانينو ايطاليانو حطت مانيفيستو في 8 نقاط حددت كل الخصائص للبانينو ايطاليانو. يعني شو المميزات تبعه هيدا البانينو؟ sono sintetizzate in tre temi: il territorio, la maestria e la creatività. فينا نختصرهم بثلاث نقاط يلي هن اول شيء الخصائص المناطقيه لانه كل منطقه عندها البانينو الخاص فيها، ثاني شيء الكرياتيفيتي يلي هي الابداع او الابتكار بالبانينو، وثالث شيء المايستريا او هو العمل الارتيزانال او الحرفي يلي بيميز البانينو ايطاليانو. الطعمه تبعه هي بتفرق عن غير انواع من الخبز؟ noi crediamo di sì naturalmente perché il panino italiano ha un grande sforzo di armonia tra sapori e ingredienti molto diversi fra loro. اكيد نحن بنعتبر انه البانينو ايطاليانو مميز عن غيره من البانيني لانه فيها التناغم بين المكونات يلي هن عاده مكونات من ناخذهم من المناطق، وهيدا يلي بيعطي كمان النكهه الخاصه للبانينو ايطاليانو يلي بيميزه عن غيره من البانينو بالعالم. بدنا نعرف لأي درجة في إقبال من الجمهور على البانينو الإيطالي. Allora, gli italiani hanno inventato il panino. L'idea italiana, il panino, la parola italiana, non sandwich, panino. هو عم يقول لك انه اول شيء كلمه بانينو هي كلمه تليانيه، ما بنحكي نحن بايطاليا ما بنقول ساندويتش انما بنقول بانينو، فبانينو هي كلمه تليانيه واخترعوها تليان. Questo evento fa parte della seconda settimana della cucina italiana nel mondo, evento organizzato sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri. هيدا الحدث هو بإطار الأسبوع المطبخ الإيطالي بالعالم يلي بيمتد على أسبوعين وهو تحت السبونسرشيب أو برعاية وزارة الخارجية بالسفارة الإيطالية. يعني بنشوف أكثر شيء العنصر النسائي بيتوجهوا للسلادات وهودي حتى ما يكسبوا وزن، والبانينو من هي أنواع من الخبز. خبرنا لأي درجة هيدا في سعرات حرارية؟ Beh, ci sono, come vedete stasera, molti panini eleganti che non sono così, sono anche piccoli così, sono panini piccoli, eleganti, con una presentazione elegante, con prodotti biologici, naturali. فإذن البانينو لما نحكي عن بانينو ما بيجي على راسنا انه بانينو يعني ساندويش كبير، لا، في بانينو صغير احجام صغيره معموله من المواد العضويه الاورجانيك يلي هي كثير مغذيه ويلي هي كمان ما بتنصح.